وللتعليق على مستجدات الحراك الشعبي في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر السيد مصطفى كامل. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بكم. على الرغم من القمع المستمر وآلة القتل التي لا تتوقف كما نرى كل يوم، استجاب المتظاهرون لدعوة اللجنة المنظمة للتظاهرات لمليونية اليوم. بماذا تفسر هذا الإصرار الشعبي المستميت للمتظاهرين ورفع المطالب حتى اللحظة؟ هذه ثورة وجدت لتبقى وتحقق هدفها الرئيس المتمثل بإسقاط هذا النظام العميل الفاشي الإرهابي الذي دمر العراق ل16 سنة وقتل عشرات أو مئات الآلاف من أبنائه طيلة المرحلة الماضية، وهو خلال هذا الشهر الأخير من عمر العراق قتل المئات أو وأصاب أكثر من 16,000 شخص خرجوا للمطالبة بحقوقهم التي تكفلها كل الشرائع السماوية والأرضية. وبالتالي كل حديث من أي جهة كانت عن إصلاح أو ما شابه فهذا هو قفز على حقائق الشارع ومطالب الثوار ودماء الشهداء الذين ارتقوا إلى عليين. ويعني هذه المطالبات الحقيقية للشارع بإسقاط النظام العميل كما قلنا هي التي يجب أن يضعها الجميع تحت يعني أن أصبع أعينهم، وهم يقيمون ما حصل خلال الفترة الماضية. نعم، في المقابل كما تلاحظ معنا سيد مصطفى، السياسة القمعية التي تنتهجها حكومة بغداد تتواصل، ويقول مراقبون أن هذا قد يعكس إفلاس عبد المهدي وإفلاس الحكومة لحل هذه الأزمة بأدوات ديمقراطية متعارف عليها وبالإقرار بالفشل والفساد الموجود وبالتالي عملية إصلاح حقيقية. منذ الأسبوع الأول لثورة تشرين المباركة قلنا أن هذا النظام أو هذه العصابة في الحقيقة ماضية نحو حتفها، وهو الانتحار السياسي الكامل، لأن كل الإجراءات التي اتخذتها سواء الإجراءات على الأرض هي إجراءات إرهابية وقمعية واضحة، ونحن لا نتحدث عن عنف أو عنف مفرط كما يأتي ببعض التصريحات المجاملة أو المنحازة في الحقيقة للعصابة، وإنما نحن نتحدث عن قتل وإرهاب وإجرام تام. يعني هذا هو الوصف الحقيقي لما يجري. أما على الصعيد السياسي كما يقال فكل ما أنجزته هذه العصابة وبرلمانها إنما يعكس حالة التخبط وحالة البعد عن الواقع الذي يعيشه هذا النظام المجرم الذي يعني لم يجد على الإطلاق أو لم يقدم على الإطلاق أي خطوة حقيقية تستجيب لمطالب هؤلاء الثوار. الحديث عن إصلاح النظام الانتخابي أو إصلاح النظام التقاعد أو الرواتب أو الدرجات الخاصة هذه كلها نتائج عرضية لحالة الفساد والقتل والإجرام والإرهاب الذي حصل في العراق طيلة 16 سنة الماضية بعد احتلال وبعد غزو واحتلال العراق. وبالتالي عندما يطالب هؤلاء الثوار بتغيير النظام كاملا وإسقاطه كاملا فإنما يعنون بذلك شخوص هذا النظام ومؤسساته ودستوره وبرامجه كافة. وبالتالي الذي يعني قدمته هذه العصابة الإرهابية هو القتل والإجرام، وهو محاولة للتسويف أي حديث عن إصلاح قوانين، ومحاولة لتسويف المطالب والتعامل معها بنوع من الاستخفاف بالحقيقة. نعم، من جهة أخرى كما تلاحظ شككت المرجعية في قدرة القوى السياسية بتحقيق مطالب المحتجين، هل تخلت المرجعية عن شركاء العملية السياسية أم ما الذي يحصل بالضبط؟ هذه المرجعية في النجف أولا هي لا تمثل العراقيين ولا تمثل كل الذين ينتمون إلى المذهب الذي تدعي هذه المرجعية الحديث باسمه. هذه مرجعية منحت طيلة السنوات 16 الماضية
منحت الغطاء والشرعية للاحتلال الأمريكي وللاحتلال الإيراني ولفساد الطغمة الحاكمة وإرهابها وإجرامها. كل الذي حصل في العراق خلال السنوات الماضية كان بمباركة هذه المرجعية ودعمها وإسنادها. بالتالي كل الحديث الذي تحدثت به اليوم وقبل ذلك هو حديث يعني محاولة للترقيع وكسب ود هؤلاء الثوار المنتفضين في العراق، وأيضا مهادنة للسلطة الحاكمة أو المتحكمة بالعراق في الحقيقة، لأنها تتحدث عن إصلاح وعن يعني تعديل بعض القوانين والإجراءات، وهذا لا يرضي كما قلنا الثوار. هذه ثورة وجدت لتحقق أهدافها، وهذه الأهداف تتلخص في إسقاط هذا النظام العميل المجرم. هذه تكريس المرجعية في الحقيقة هو تكريس لنظام ولاية الفقيه الذي يرفضه كل العراقيين. لكن دعني أستمع سيد مصطفى إلى تفسيركم بخصوص التحول والتناقض فيما تقوله المرجعية. الجمعة الماضية حملت المرجعية المتظاهرين ما ستؤول إليه الأوضاع في العراق، وأنهم يخربون البلاد وأنهم عملاء لجهات أجنبية إلى آخره. اليوم ينعكس الوضع، ربما في الجمعة القادمة نستمع إلى كلام جديد. كيف تفسر ذلك؟ هذا انعكاس لحالة التقية التي تؤمن بها هذه المرجعية وتدعو لها، ومحاولة لكسب ود هؤلاء الثوار ويعني القفز على مطالبهم بخطوة لاحقة. وهي تدعي من جهة التعاطف مع الثوار، ولكن في نفس الوقت تتحدث عن إبقاء هذه العصابة المتحكمة بالعراق بشخوصها وبدستورها وبمؤسساتها، وتتحدث عن إصلاح. كل الذي يجري هو كأنما أنت تمر على يعني كوم من القمامة في منطقة ما وتحاول أن تعطر الأجواء. هذا هو الإصلاح، هذا هو منطق الإصلاح الذي يتحدث عنه هؤلاء. الذي يقف مع مطالب الشعب الحقيقية يجب أن يطالب بإزالة كل كوم القمامة الذي ينتشر في نعم. في العراق. نعم، أشكرك أستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول.